المناسك تمت على ما يرام الحمد لله، من حيث التنظيم، من حيث يعني الإيواء واللوجستيك، يعني كل كان كله على ما يرام. بعض الصعوبات عادية، هذا موسم يعني مع الاكتظاظ مع ملايين الحجاج طبيعي أن تجد بعض الصعوبات. العموم النقائص كاينة غير في ميلان في اليوم الأخير، في اليوم الأول، ومن بعد خلاص من بعد ماشي الحمد لله يا ربي. كفيه نقائص بصح إيجابيات أكثر من سلبيات. نقائص ما تغطيش العمل الجبار اللي كانت تقوم به ديوان الحج والعمرة، هذا واش نقول. نشوف الأمور هي مليحة بارابور، معناها نشوفوا بعض مع معناها الدول الاخرين، رانا بارمي الميور كي نشوفوا حوايج، وهذه حوايج تاع نقاش تاع الوسخ ونتاع هذه صاريب، راه لو نومبر تاع الحجاج الله يبارك، الواحد راه في داره مع وليداته، راه كيولي غير كاش عرس راه ما يقدرش يقوم. ما ادراك الله يبارك قريب ما نشعب 70,000 ولا 80,000 جزائري في مخيم واحد حليلهم. انا نقول لك حاجه صراحه، الديوان ما عنده ما يدير في ايام تشريق، هذا الربع ايام هذو ما كاين والو، لازم الضيق ولازم كلش. الناس تهبط لمكه في اليوم الاول، ومن بعد يجوا في الليل ويقول لك وين لقى البلاصه. مستحيل لقى بلاصه، مستحيل والله غير مستحيل. يعني الحق الدوله قايمه ربي يحفظها، النقائص كاين نقائص ولكن كلش كاين. الناس راه تاكل، الناس تشرب، الناس تدير كلش، ما يخصهم والو، والله ما يخصهم حاجه. يعني نفس النقائص انا نلاحظها في منن، ما زالت يعني سلطاتنا الوصيه يعني بالرغم كل الجهود اللي تبذلها ما زال ما قدرتش يعني الاقامه في منن تضبطها ضبطا يعني صحيح. ما زالوا نشوفوا معاناة تاع الحجاج، شوفوا الحجاج في الأروقة، قلة النوم، ولكن يعني نتمنى إن شاء الله في السنين القادمة إن شاء الله يحاولوا يحسنوا هذه الخدمة.